ابدا باستاذنا الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود، يعني فوز النادي الاهلي بالبرونزيه هل بتعتبره انجاز يضاف على انجازات النادي الاهلي، ولا كان من في الامكان افضل مما كان؟ احنا بنتكلم واقعيا بقى دلوقتي، ما احنا واقعيين حضرتك بقى لك عشان نكون بس 14 يوم هناك. عشان نكون واقعيين انه الدوافع والظروف اللي سبقت البطوله القت بظلالها على البعثه، يعني البعثه الرسميه والبعثه اللي جمهور النادي الاهلي. مظبوط، كان اقصى الطموحات عشان نكون واقعيين جدا انه ماتش ازاي نعدي ماتش مونتيري في ظروف عندها غيابات كثيره جدا. انا عاوز اقول انه البطل في المشهد ده كله هو جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يعني بالنسبه لي كان رقم واحد. ايوه، اللي شفته في المباراه الافتتاحيه للاهلي كان شيء مذهل ويدعو للفخر وحاجات تحرك الصخر. يعني كان الدافع كبير جدا. الفوز ده شك على مونتيري كان قيمته عاليه وقيمته كبيره. قول زي ما انت عايز تقول. ايوه، فريق ما عندوش دكه بدلاء، عنده موجودين في الملعب هم دول ذخيرته، ادوا مباراه من المباريات المميزه جدا. كان في توفيق كبير من ربنا، والتوفيق ده والنجاح ده ما بيجيش من مجرد الكلام، بيكون نتيجه جهد وعمل واخلاص ونوايا خالصه في الاول وفي الاخر، وفريق مجرد من كل اسلحته واتحطيت له كل العقبات. قول برضه زي ما انت عايز. ثانيا، عاوز اروح لموقف الاتحاد الدولي الغريب والمريب وخذلان واضح من الاتحاد الافريقي والاتحاد المحلي. كل ده كان كل العوامل، لكن الاهلي كل المسائل دي ما كانتش مجرد ان انا اطلع اتكلم وهاجم، كان كل التركيز انه فريق قفل على نفسه، انه رئيس نادي كان حاضر بقوه وادى دعم كبير جدا، مدير فني اشتغل في الادوات اللي كانت معاه، عمل كل المطلوب، اجتهدت اللعيبه، كان نتيجتها انه الاهلي وصل لمباراه يعني السيمي فاينل او النصف النهائي زي ما بنقول. وفي السيمي فاينل والنصف النهائي نقدر نقول فيها كلام كبير جدا ما بين فريقين كبار. بالميراس اللي هو السنه اللي فاتت قال لك هو ده بالميراس بتاع امريكا، ده فريق ضعيف يعني مستواه على لما كسبناه يعني. مستواه على قد ما تكسبه، لما تخسر بقى يبقى ايه اللغه، ايه اللغه، ايه نقول الكلام حسب 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 ايه متوفق انت اللي احنا الاعلام الجديد اللي احنا بنتعود عليه، حسب ايه الجو احنا يكون لطيف. المباراه الاروع والاشمل واللي هربنا منه ورجعنا له، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى كرم ووفق المدير الفني ولعيبه الاهلي والجمهور اللي كان رائع في المباراه الختاميه والاحتفاليه الكبيره جدا. مباراة كانت مهمة من بطلين كبار بأمانة شديدة، كان أروع ما فيها الالتزام والأخلاق والانضباط والعلاقات وحاجات مكاسب تقدر تقول عليها كتير، لأن الرياضة دي مكسب وخسارة طبعا. لكن العلاقات والود والروح بين اللاعبين في الملعب وبتاع ده حاجات نقدرش إحنا إيه لازم نقف قدامها ونتكلم طبعا. عاوز أقول إنه المركز الثالث في تتويج لظروف مر بيها النادي الأهلي، لكن الأهلي يستحق أن يذهب في المنصات إلى أبعد من ذلك، ويملك من القدرات ويملك من الادوات اللي تاهله. لكن عايز اقول انه لابد يسبقها ايه؟ اعداد، يسبقها شيء من التنظيم، كان لازم يكون في دراسه للافضل الظروف اللي هنمر بيها دي. المدير الفني كان يبقى في تفكير اشمل من كده، لكن عاوز اقول ربنا سبحانه وتعالى كافئ على قدر الجهد، على قدر العمل، على قدر الاخلاص، كان الاهلي ليحافظ على ميداليته البرونزيه. لو كان نادي اخر وجهه نظري يعني، معرفش يمكن عشان انا متحيز، لو كان نادي اخر كانت الامور كانت هتبقى مختلفه عن كده تماما.